السلام عليكم. دلوقتي هنشوف لعبة لذيذة اسمها انفيتيشن 3. لعبة فعلا عجبتني جدا. خلينا نبدأ. تمام. اللعبة عبارة عن ايه؟ مستويات كتيرة، كل مرة بتروح انت يديك لغز توصيل وانت تحله. الحمد لله خلصنا الألعاب كلها، بس خلينا مثلا ناخد حاجة زي كده. مثلا انت بقى بتبدأ توصل بينهم وبعض، يعني مثلا الترس ده اكيد هتحرك مع الترس جنبيه. انا خدت الجبنة بغلط. تمام. فالترسين كده هيشتغلوا مع بعض. طيب بس ما فيش علاقه بين ده ودوت، ان ده لما ده يشتغل التاني يشتغل، لازم اوصل بينهم عشان لما ده يتحرك التاني يتحرك. تمام. طيب عندي ايه تاني؟ نبدا بقى نشوف ايه الحاجات التانيه اللي ممكن تتوصل مع بعض. يعني هل ممكن تكون دي هتوصل الميه دي مع دي؟ اه مظبوط كده. تمام. طيب الجبنه ممكن نحطها كده بحيث ان الفار يتحرك ناحيتها. تمام. طيب دي لازم يكون بيوصل بين حاجتين، فأعتقد تمام. طيب دي ممكن هتوصل بين ايه وايه؟ ممكن دوت مع حاجة تانية، ده مع ده. اه تمام. فتبدأ بتحرك تشوف دي مثلا، اه دي مع دي اهيت. تمام. يبقى ناقص دي بس. ايوه تمام. بتقول له بقى شغل، بيقول لك ان الوزن ده هيقع هيشيل ديت، فالفار هيحب ياكل حاجة يتحرك. يحرك دي، يحرك بقى المية، تروح المية ايه محمية الفرخة، والفرخة تروح نطة في العلبة بتاعتي. يقولك ان انت فزت في البتاع ديت. اه اللي بعديها بقى يقولك بقى جمع البيض. فتبدأ بس تفكر ايه الحاجات اللي ينفعوا توصلها مع بعض. يعني دي ممكن تكون هنا. طيب نبدأ نشوف دي مثلا هتوصل ايه بايه. اه دي هتلاقيها بدي. تمام. ودي هتلاقيها مثلا ممكن تكون الطبلة ديت، اعتقد توصل في الحتة اللي فوق ديت. اه طيب ناقص ده يضرب هنا كده، وتبقى الوزن ده ممكن تلاقيه مع البالونة عشان البالونة تنزل تروح عاملة صوت بالشكل دوت. يقولك بقى شغل، ما تطلع تقول كلهم شغل. فهي بتخلي الأطفال يفكروا ازاي يوصل الحاجات ببعض. وتخش بقى في المستوى اللي بعديه. تمام. يعني دي هتلاقيها مثلا بتوصل هنا. تمام. ممكن مثلا دي كده هتوصل هنا عشان تطلع تنزل بالشكل دوت. دي اكيد هتتعاون مع واحدة من دول اهي. طيب ودي ممكن مثلا هتكون بتوصل دي بدي. البالونة مش عارف توصل فين. طب بقى تفكر ايه الحاجة اللي ممكن تتوصل بيه البالونة. ممكن تقول له شغل وشوف ايه الحاجة بتقف فين. فممكن نكون مثلا دوت ناقص بقى البالونة اخر حاجة. طيب خلينا نشغل نشوف حاجة بتقف فين برضه. أنا أتوقع إنها تكون في الجزء اللي تحت دوت. اه ممكن البالونة دي نحطها في السؤال دوت. نشغل بقى كده. اه بحيث انها تنزل بالراحة، ما تموتش المخلول اللي تحت ده. مجرد تخليهم ينفخ الحاجات بحيث ان هما يعملوا منها الشكل ده.